حديث مشاهدين عن هذه الجولة الدبلوماسية التي شرع فيها وزير الخارجية والجيل الوطني بالخارج السيد رمضان العمامرة، طبعا تأتي ضمن الجولة أو ضمن الزيارات لعدد من الدول العربية استعدادا لاحتضان جزائر القمة العربية المقبلة. معنا عبر سكايب الدكتور عمار إبراهيمي، أستاذ بجامعة تبسة. أهلا بك دكتور. أهلا بك، شكرا جزيلا على الدعوة. أهلا بك دكتور. بداية، ما أهمية هذه الجولة الدبلوماسية المكثفة للسيد رمضان العمامرة؟ شملت 4 عواصم عربية لحد الآن: مصر، الإمارات، قطر والسعودية. ما أهميتها؟ والجزائر ستحتضن القمة العربية شهر مارس المقبل. بداية نشكركم على هذه الاستضافة ولقناتكم المحترمة. الجزائر عادت بقوة إلى ساحتها الإقليمية وإلى محيطها العربي، وجاءت هذه القمة كنتاج لضرورات تعيش العربية. والأهمية في الزيارات التي انطلقت بها الدبلوماسية الجزائرية وكانت متكفة على محاور هامة، بداية من ثم الإمارات العربية المتحدة ومصر وكذلك قطر. إذن الجزائر تسعى إلى إنجاح هذه القمة لما لها من تحديات ولما لها من أهمية استراتيجية وكذلك مسؤولية كبيرة بالنسبة لهذه الدول الإقليمية. إذن هذه الدول لها مكانة ولها دور محوري ولها مسؤولية كبيرة تجاه المستجدات المعاشة في المنطقة العربية، ولذلك جاءت هذه الجولة وهذا العمل المكثف للدبلوماسية الجزائرية التي أثبتت عن جدارة عن قدرتها إلى لم شمل إن شاء الله وإنجاح هذه القمة المهمة والتي ستكون محورية إن شاء الله، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وجمع شمل الفرقاء الفلسطينيين في عمل استباقي وجاد في إيجاد حلول للقضايا التي كانت متعثرة والقضايا المتراكمة في المنطقة العربية والتي لم تجد حل، وكذلك القضايا الأخرى التي استجدت وأصبحت تحتاج إلى جهود أكثر وإلى تعاون إقليمي عربي، باعتبار الجزائر وما لها من حياد وموضوعية ومقاربة عملية بالنسبة لفض هذه الخلافات وجعل الصف العربي يتماشى وما هو مستجد وما هو ملقى على عاتق هذه الدول وعلى رأسها الجزائر والمملكة العربية السعودية وكذلك مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر. وهذه الدول ستنجح إن شاء الله مع بعض في إيجاد رؤية لإصلاح المنظومة على الأقل بالنسبة للجامعة العربية، وهذا الطرح سبق وهذا ما تراهن عليه الجزائر. دكتور إبراهيمية، الجزائر تريد من قمة القمة العربية بالجزائر أن تكون قمة لوحدة الصف العربي عن طريق هذه الزيارات التي شملت كبرى العواصم العربية. هل هي زيارة كذلك لضبط، خلينا نقول، جدول أعمال هذه القمة العربية مسبقا والبحث في أبرز الإشكالات التي ما بين الدول العربية حاليا؟ تحدث عن عودة سوريا مثلا إلى الجامعة العربية، تحدث كذلك عن إعادة القضية الفلسطينية لجوهر اهتمامات العرب. نعم أخي، الجزائر كما هو معروف أنها مواقفها ثابتة ولها مبادئ واضحة بخصوص القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا تحتاج إلى مزايدة، هي قضية مهمة وجوهرية في المنطقة العربية، والعمل الآن الذي تقوم به الجزائر يصب في هذا السياق وكذلك باقي الدول العربية. لو نرجع للوراء، يعني المبادرة التي أطلقها عبد الله رحمه الله، مبادرة المملكة العربية السعودية، واتفقت عليها الدول العربية في قمة عربية سابقة وهي فيها حلول لأغلب المشاكل بخصوص القضية الفلسطينية بخصوص الأراضي العربية في الجولان، ومبادرة سلام شاملة وعادلة وعقلانية تضمن حقوق الفلسطينيين ومختلف الأراضي والشعوب العربية. إذن المنطقة العربية تحتاج إلى سلام وتحتاج إلى نئام وتحتاج إلى انسجام، وهذا مؤكد وهذا ضروري. الآن يبقى على المجموعة العربية أن ترمي الخلافات التي تراكمت وهي في استمرار نحو تعقيدات جوهرية. ما يحدث في ليبيا، ما يقع في العراق، هذه كلها مسؤولية كبرى، والجزائر وبثقلها الدبلوماسي وبمصداقيتها وبعملها جهودها طبعا الحال بالتوفيق مع الإخوة والأصدقاء من الدول العربية ستجد إن شاء الله في هذه القمة
سياقات مناسبة لرفع اللبس ولرفع الحرج، لأن هناك بعض التراكمات التي جاءت مع ما يسمى بالربيع أو الأحداث التي ألمت بشعوب عربية وأذهبت دولا عربية إلى ما يسمى بالفوضى. الآن يجب أن تحل هذه الخلافات وأن تضع الدول العربية أول شيء هو جمع الشمل، توحيد الصفوف، فضل الخلافات التي هي متراكمة وتحدياتها الأمنية بشكل كبير. تابعنا ما وقع الأمس في الإمارات يعني والموقف الجزائري وإدارة هذه الأحداث. نحن كشعوب عربية نريد أن نعيش في أمن وفي أمان، كذلك التحديات الأمنية في ليبيا وما سعت إليه الجزائر إلى وكذلك بالتنسيق مع مصر لإيجاد حلول بخصوص الانتخابات في ليبيا وبناء مؤسسات منتخبة تهتم بما لديها من مسؤوليات في المشاكل. لكن دكتور في نفس السياق، ما مدى جدية واستعداد هذه الدول العربية لوضع الخلافات جانبا؟ تحدثت عن الأزمة في ليبيا، أنت تعرف حدة الخلافات والشرخ القائم اليوم بين الدول العربية فاعلة لعلاج الأزمة في ليبيا ومساعدة الأشقاء هناك، وبالتالي نسأل هنا عن مدى استعداد الدول العربية الفاعلة لوضع الخلافات جانبا والمضي في التنسيق بشكل فعلي وميداني. إذن عند قراءة أو متابعة سلسلة التطورات التي تعيشها المنطقة العربية كما سبق وأن تفضلت أخي جودي، التراكمات أصبحت ثقيلة جدا، حتى الجامعة العربية ملفات قديمة وملفات أخرى جديدة. ليبيا أصبحت منطقة تحتاج إلى الاهتمام العربي، الجزائر ومصر دولتان يعني لهما دور كبير في إيجاد حلول، وهذا ما سعته الجزائر وكذلك مصر، تقريب وجهات النظر ممكن وإيجاد حلول ممكن وإرادة الشعب الليبي أقوى، يعني الشعب الليبي يستطيع أن يتجاوز هذه الأزمات وهذه التحديات بمساعدة الأشقاء والجيران بشكل أخص. تونس أبدت كذلك مساعدة ومرافقة، الجزائر، إذن دول الطوق الليبي والموجودة الآن من مصر، الجزائر، تونس، كل هذه الدول المحورية والسودان أيضا أبدوا استعدادهم لإيجاد حلول. الباقي الآن على تنظيم انتخابات، وهذه المحطة الهامة في بناء الدولة الليبية بعدما عاشته من ظروف صعبة، سيكون له نتيجة إن شاء الله في المجال وفي الظهور المقبلة. هذا بخصوص ليبيا، كذلك إعادة سوريا للجامعة العربية ولحضن هذه الجامعة شكل خلاف بين الدول الفاعلة في الجامعات العربية. ما مدى إمكانية عودة سوريا خلال هذه القمة؟ سوريا دولة عربية لها بعدها الاستراتيجي ولها مكانتها القومية في الجامعة العربية وفي المنطقة العربية، وهي دولة محورية وعودتها أكثر من ضرورية، ولو تأجلت لأن العودة هذه متأخرة. سوريا يجب أن تكون موجودة في الجامعة العربية ويجب أن يستمع الجميع لبعضهم البعض، وإيجاد الحلول بخصوص سوريا وعودتها للجامعة العربية أظن هذا هو المسعى الذي الجزائر تريد أن تضع له حد، خاصة زيارة كذلك وزير خارجية الإمارات إلى سوريا كانت عندها دلالة قوية بخصوص عودة سوريا، وإن شاء الله الجهود ستصل بالورع العربي إلى تسوية أكبر شيء الخلافات الموجودة بخصوص توحيد صف القضية الفلسطينية وعودة سوريا وهذه القضايا الجوهرية ومساعدة الدول العربية التي تعاني من أزمات سوريا وليبيا. أساسا ذكرت القضية الفلسطينية، طبعا بعد زيارة أو خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للجزائر، رئيس الجزائري دعا لعقد قمة عربية أو قمة فلسطينية عفوا جامعة لمختلف الفصائل الفلسطينية هنا في الجزائر. البعض شبه هذه القمة بإعادة إعلان جديد لقيام دولة فلسطينية حقيقة وتحيينها مع المبادرة العربية للسلام. هل هذا كذلك يأتي ضمن أجندة الجزائر للقمة العربية المقبلة؟ نعم، هذه هي الرؤية الصحيحة والانطلاقة الموضوعية بالنسبة للقضية الفلسطينية. هناك إشكالات حقيقية، كيف تكون الصفوف العربية موحدة وهناك اختلاف فلسطيني فلسطيني؟ الطرح الجزائري طرح عقلاني وذو مصداقية وتلقى قبول إن شاء الله من الفصائل الفلسطينية. إذا توحيد الفصائل الفلسطينية وإيجاد نقاط تقاطع قوية والتي هي موجودة أصلا سيساهم في بلورة
موقف عربي في صالح فلسطين بطبيعة الحال، في صالح الشعب الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية كذلك، وبدعوة من الجزائر، ومن خلال ما تبعناه من الأخبار أن هناك تلبية قوية لهذه الدعوة والفصائل وممثلي هذه الفصائل تصل تباعا إلى الجزائر، فتمهد الطريق نحو لم الشمل الفلسطيني، ترميم البيت الفلسطيني، إعادة الاهتمام والاعتبار لأهداف الدفاع عن القضية الفلسطينية بالنسبة لهذه الفصائل، وكذلك جعل الصف العربي يبتعد عن التجاذبات، لأنه كل ما هو تجاذب ضد القضية الفلسطينية سيعقد من المسؤولية عليه. النظرة الجزائرية كانت نظرة صادقة وصحيحة وسليمة ومقاربة طبيعية. إذا قبل القمة يجب أن نوحد الصفوف الداخلية الفلسطينية، ثم نتجه إلى قمة جامعة لكل العرب، لأن القضية الفلسطينية لإعادة النظر في آليات وسبل دعم القضية الفلسطينية من جديد. كذلك إصلاح الجامعة العربية ندت به الجزائر منذ سنوات عدة دكتور، هل يمكن إحراز تقدم كذلك توافقات عربية فيما يخص إعادة إصلاح الجامعة العربية بما يواكب هذه التطورات في الدول العربية؟ نعم، لو نطرح سؤال هل عن دور الجامعة العربية في خضم هذه التطورات والتحديات، والجواب سيكون بضرورة حول آليات هذه المنظومة ومدى كفاءتها وفعاليتها. إذا إيجاد السؤال ببساطة، يعني الجواب عن هذا السؤال ببساطة يؤكد أن هناك تحديات تزايدت وتضاعفت المسؤوليات، ما يستدعي إعادة النظر، وهذا في بالنسبة لمنظومة الجامعة العربية وهيكلتها وطريقة تفكيرها. وهذا الطرح طالبت به الجزائر ودعت إليه بقوة في قمة الجلسة التي انعقدت في الجزائر، وهو أمر طبيعي، كل المؤسسات الإقليمية تتطور نحو الأحسن ونحو الأفضل. إذا تقييم دور الجامعة العربية وتثمين مجهودات، بطبيعة الحال هناك مجهودات بذلت في الفترة السابقة، ولكن فقط النزاعات والاختلافات وحتى كفاءة هذه المؤسسات تستدعي تقييما موضوعيا ومحايدا دون أي حساسية لإيجاد ممكن طريقة عمل أفضل ونموذج عمل يناسب التحديات التي تعيشها في المنطقة العربية، وهذا هو دور الجامعة العربية. يلا نختم بعجلة في أقل من دقيقتين دكتور، فيما يخص تصريحات النائب الأمين العام لحلف الناتو، أشاد بالجزائر ووصفها بالمحاور الأساسي في مكافحة الإرهاب، إلى أي مدى يمكن أن ننسق أكثر مع حلف الناتو؟ الجزائر في ميثاقها الإقليمي باعتبارها الدولة من دول البحر المتوسط، ولها دور فاعل في على مدار 20 سنة، وهي شريك استراتيجي في هذا الحوار، ولها دور كبير. وكذلك الجزائر كدولة كانت سباقة في مكافحة التطرف والإرهاب، ولما طرحت الجزائر مشاكل الإرهاب هناك كثيرين لم يستوعبوا هذه التحديات حتى وقع المحظور، وهذا الأمر ما يستدعي بالضرورة الاهتمام والالتفات إلى المقاربة الجزائرية في معالجة التحديات الأمنية والتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك ما يسمى بين قوسين بمنح الفدية للجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه الأموال إلى لخلق مشاكل وبلابل في المنطقة وفي المحيط. إذن حلف الناتو ينظر بنظرة صحيحة وسليمة وتقييم سليم، لأن الجزائر دولة محورية ودولة قوية ولها تجربة طويلة في معالجة التحديات الأمنية، وهذا من باب المقاربة. تعزيز التنسيق والحوار بين الطرفين ضمن آلية 5+5، أم الذهاب ربما في تنسيق وتعاون أكبر عسكري، تدريبات وتمرينات عسكرية مشتركة والتعاون في مجالات أخرى؟ التعاون بالنسبة للجزائر مع حلف الناتو هو تعاون بطبيعة الحال مبني على احترام السيادة. الجزائر كدولة معروفة بحساسيتها بخصوص أي تدخل ولو كان بسيط، الجزائر تتعاون مع هذه المنظمة وهذا الحلف في إطار التنسيق الأمني، في إطار التعاون الاستراتيجي. وهناك طرح عن قمة في مدريد، وستكون الجزائر حاضرة بطبيعة الحال في القمة، وسيكون لها دور كبير في كيفية إرساء فكر تنسيق أمني والتنسيق استراتيجي في المنطقة، لما لها من قوة ولما لها من دور ولما لها مكانة معتبرة في الواجهة المتوسطة. الجزائر لقد عاد قوة لواجهتها في البحر وفي العمق العربي وفي حتى إفريقيا.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات دكتور عمار برهمية أستاذ بجامعة بسة، شكرا لي كنت معنا عبر سكايب. الآن مشاهدينا إلى أخبارنا الاختصار.